مرحب حبايبي، اهلا وسهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل طبقين برضو، واحد حلو واحد حادق. الحلو من التفاح، حاجه اسمها شامبيلا، سهله وما فيهاش اي فكره، بس هي طريقه العجينه نفسها تكون تقيله شويه. تعمل من البيض والسكر واللبن والفانيليا وقشر الليمون والسكر العادي، وهنعملها النهارده بالتفاح. هي تعمل بالتفاح، انا نعملها بالتفاح، وكمان هنضيف عليها الموز. نبدا نعمل العجينه لان هي اهم حاجه. طبعا بنحط، بقطع، انا قطعت التفاح ورشيت عليه الليمون عشان ما يسمرش. انا هجيب بوله كبيره عشان الضرب يبقى سهل عليا. احط اول حاجه بيضتين يكونوا كبار، ادي واحده، وادي الثانيه، خطوات تبقى مهمه قوي يا جماعه، عمل الخطوات مظبوط، عشان بيضتين هياخدوا 200 جرام دقيق، 150 جرام سكر. انا هاخد المزرين بتاعي ده اللي هو اللي بيقيس المقياس، يعني هعمل كده، يا دي 250. انا هحط السكر والفانيليا بتاعتي كلها، احط دي هنا كده، وهبدا اضرب المخلوط بتاعي. هبدا انزل بعد كده قشر الليمون، طبعا الفانيليا وقشر الليمون ده عشان البيض طبعا ما يطلعش في الحل، ما يطلعش الزفاره بتاعته. وهبدا انزل الدقيق بتاعي برضو، الدقيق 200 جرام، دي 250. فانا لو حطيت ما مليتهاش على الاخر، وكده اعتقد ان هي ال 200 اللي انا عايزهم، بس انا مش هحطهم مره واحده، انا هحط شويه واضرب. وبرده نفس المساله، وهبدا بقى يا جماعه انزل اللبن بتاعي واحده واحده شويه، لان انا عايز، مش عايزها تبقى صيصه، انا عايزها تبقى تقيله. هي طبعا كده تقيله قوي مش هينفع، لكن انا هنزل اللبن وهبدا بالراحه، يعني شويه شويه باللبن. كده انا خلصت الضرب والكريمه بتاعتي جاهزه. المسائل بعد كده سهله جدا. انا هعمل كده، هقرب دي كده واجيب، شيل دول انا مش عايزهم، اجيب الموز بتاعي. الموز برده يا جماعه لو انا هحضره برده هحط عليه ليمون، بس انا قلت ايه، التفاح بس، والموز هيتعمل في ساعتها، و يعني يبقى احسن. نعمل كده، طبعا يتقطع حلق، يتقطع الطريقة اللي انت حباها. انا هقطعه كده عشان يعني يعمل لي شكل،
بالمايل، القطع المايل ده كده، وممكن اروح حطه هنا كده في البولة بتاعته وانفذ معاكم مش مشكلة، عشان برضو تبقوا شايفين. هحط انا اغطيه كده بالليمون شوية، برضو دي نفس المسألة، برضو هقشر ده. سهلة خالص، بس بيطلع يعني هتطلع حاجة جميلة يعني، وسهلة ما فيهاش فكرة يعني. احنا ما خدناش ضرب الكريمة، ما خدش مننا حاجة. اعمل كده و اروح واخد ده كله وابلع بقى على الزيت بتاعي، اعلي عليه خالص وهبدا انا يعني. السيوله دي حلوه بالنسبه لي، هعمل ايه؟ وسع لنفسي كده، شيل اللبن خلاص انا مش محتاجه، وعايز السكر بتاعي انا هحطه هنا كده، وهحطه في طبق وهفرده كده عشان بعد ما التفاح يخرج احطه هنا شويه وبعدين انزله في السكر، يبقى يعني مسكر يعني. انا مستني بس الطبق بتاع السيب بتاعي يسخن خلاص، انا مش محتاج ولا الليمون كمان محتاجه، وممكن نزود السكر بتاعنا شويه. طبعا دي بتتاكل وهي سخنه تبقى جميله جدا. نحط دي هنا كده. هبدا انا الزيت بتاعي اشوفه الاول ايه، لسه شويه بس انا هنزل التفاح بتاعي. هو اصلا ريحته بالليمون جميله يعني، يعني هو اصلا ريحته بالليمون حلو. نعمل كده وهنمسك نقلب كده بحيث تبقى ايه الكريمه طبعا او العجينه اللي انا عاملها تبقى ايه ماسكه في الشامبيلا كلها. هي دي يا جماعه الفورمه دي كده، هي بيقال عليها شامبيلا الفورمه دي. طبعا احنا عارفين البيض ليه، عشان يخليها تنفش. هبدا اجرب واحده كده اشوف ايه، اعمل كده واروح حاطط لسه شويه الزيت بتاعي بس، طبعا مستنيه بس لما يسخن. اقلب طيب في الوقت ده الموز بتاعي عشان الليمون يتخلله كله ويفضل زي ما هو زاهي ولونه حلو. نعمل كده و الزيت بتاعي سخن. انا اشوف دي لسه، نبدا نحط بقى بقيه الايه، ناخد كده واحده واحده. كمان وابدا احط كمان واقلب، هي هتملى كله لان انا عايزه بالكريمه. حط دي هنا كده ونشوف الشامبيلا بتاعتنا هتطلع شكلها ايه.
ناخد بايدينا كده دي، عشان برضو لازم ياخد اللون اللي هو الذهبي، اللون عليه اللي هو الذهبي. وبرضو الموز نفس المسألة، هيطلع طعمها جميل وحاجة جميلة يعني، جربوها يا جماعة، جميلة كده وسهلة. بيض وسكر بيتضربوا مع بعض مع الفانيليا، وبنزود الدقيق وبنزود قشر الليمون ويتضربوا تاني مع بعض. بعد شوية بنزل اللبن حبة حبة عشان اقدر اتحكم في التقولة، الكريمة لازم تبقى تقيلة شوية عشان مجرد ما احط فيها التفاح او الموز تمسك فيها على طول. انا اعمل كده الريحه كمان حلوه قوي والله، مش بكذب والله، فعلا طلع الريحه طالعه حلوه. تاكلوا اكله جميله. انا مش من النوع اللي بيشكر يعني كتير في حاجته، ولكن اهو كده. طب يا جماعة أنا هكمل التفاح اللي هي الشامبيلا دي، وهنطلع فاصل، ولما نرجع إن شاء الله نوريكم الطريقة. أنا هحط بعد كده دول هنا، أو هحط واحدة قدامكم دلوقتي، بعد ما بطلعها وهي كده بروح عاملها كده بالإيه، هي هتبقى في الآخر نهايتها كده. نروح فاصل ونرجع لكم مرة تانية.